مرحبا ساندرا، اهلا معين. موجودين معكم اليوم بموقع تصوير مسلسل جوري. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. هلا، هو مسلسل عراقي لقناه الشرقيه، صحيح؟ صحيح. احنا اليوم اخر يوم تصوير بعد 30 يوم تصوير لكم بعمان. كيف شفتي التصوير بفتره كورونا والاجراءات اللي اضطريتوا تتبعوها للحفاظ على سلامه الجميع بهاي المرحله فيها؟ صح. هلا اكيد معين كان في تحدي كبير، لانه الكورونا وازمه كورونا وتحديات الكورونا شيء مش متعودين نحن عليه بالنهايه، فما بالك عم بالضبط، فما بالك نحن عم يعني في مسلسل بده يخلص بوقت معين وبدك تكون جاهز لاي شيء باي وقت، يعني اي شيء بالضبط، يعني ممكن اي شيء يصير وما بدك توقف، بدك بدائل وبدك حلول وبدك تضلك مستمر. غير انه الاجراءات عنا كانت، يعني اول شيء بنشكر الهيئه الملكيه للافلام اللي ساعدتنا انه نصور بعد ساعات الحظر، بتعرف انه مسلسل فيه نهاري ليلي، بتقدرش انت من 6 الصبح ل 7 بالليل، هذا بحد ذاته كثير ساعد. وبنفس الوقت بس الحمد لله مشي وقبل من الخطه اللي كان مقرر عليها انه ينتهي تصويره. تحديات كانت موجودة بس كان كل شيء محلول وما صار في إشي ميجر أو إشي خارق عن الطبيعة، خلينا نحكي اللي اضطرينا إنه مثلاً بالضبط. يعني الحمد لله كله مشي تمام. الحمد لله. طيب. ساندرا، هلأ كمخرجة ومنتجة أردنية اشتغلتي على أشياء كتير محلي وعالمي وخارجي، يعني اشتغلتي أشياء للأطفال، شورتس منوع، إيش جوانب القوة والضعف اللي بتحسيها موجودة في مجال صناعة الأفلام في الأردن؟ إيش الأشياء اللي لازم تطويرها وإيش مجالات القوة اللي؟ هلأ مجالات القوة، نحن أول إشي إنه عنا مواقع مهمة بالأردن، عنا تنوع يمكن مش موجود بالدول اللي حوالينا. بنفس الوقت عنا الأمان، بتقدر تصور وإنت مرتاح، يعني في كتير حتى إنت أدرى معين بهاي التفاصيل، في الأفلام البرة بتيجي للأردن على أساس إنه مش مثلاً لوكيشن مش بالأردن، لوكيشن تاني، هذا 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 مصدر قوة. المصدر اللي منحب يشوفه يتطور اللي هو في الكاباسيتي بيلدينج، تنمية المهارات بدوائر معينة بالصناعة، صناعة الأفلام أو صناعة مسلسلات، بتحس إنه لازم يتركز عليهم في دوائر معينة، بحيث أقسام معينة من طاقم العمل بتحس فيها نقص معين. بالضبط، بتحس إنه في لسه بدك قائد لهاي الدائرة يكون موجود عشان نطلع من جانب الفزعة، نصير أكتر. وبنفس الوقت في عنا دوائر كتير مهمة بتحس إنه ممكن تأخذهم تطلع تصور برا، زي الدائرة التقنية مثلاً، تكنيكال ديبارتمنت، عندك جافرز، عندك جريب كتير مهمين بالأردن واشتغلوا أعمال عالمية، بتحس إنه ممكن تعتمد عليهم تطلع برا على أمريكا أو بريطانيا أو أي دولة بالعالم، إنه لا إشي برفع الراس عنا. إشي حلو نسمع هذا الحكي، وإن شاء الله دائماً يتطور. ان شاء الله همتكم وهمه الجميع وهمتنا سوا. بالضبط. يسعدك. طيب. يسعدك. في شيء بتحبي تضيفيه في اخر المقابل؟ اول شيء يعطيكم الف عافيه على اهتمامكم ودائما متابعتكم للصناعه، وان شاء الله دائما بنشوف تطور ومن مرحله ايجابيه لاحسن، وان شاء الله تنتهي جائحه كورونا للعالم كله ان شاء الله بتنتهي ونرجع بسلام كلنا ان شاء الله، بنشوف تطور اكبر على الصناعه المحليه. شكرا. يسعدك. شكرا. شكرا. شكرا.